بيبعت رسالة على تليفون صديقه الميت، فبيتفاجئ لما يلاقي ان صاحبه الميت رد. في قرية صغيرة منعزلة بنشوف كريج، ولد صغير امه توفت وعايش مع ابوه في حزن، ومن يوم وفاة امه بيروح مع ابوه الكنيسة كل يوم يقرأ في الكتاب المقدس. في يوم شاف واحد ملياردير اسمه هاريجان، اعجب بيه جدا، طلب منه يجيله البيت 3 ايام في الاسبوع علشان يقرأ له. كريج وافق عشان يساعد ابوه في المصاريف، بس كان مستغرب جدا ليه واحد ملياردير زي ده عايزني اقرأ له. يلا المهم بيروح كريج قصر هاريجان ويبدأ قراية، يقرأ بقى كتب اكبر من سنه، وده بيخليه طبعا متفتح جدا وعنده معلومات كتير، ويعدي الوقت ويبقوا صحاب. وبيشوف كريج اوضة مقفولة وبيبقى عايز يفتحها، بس هاريجان بيقوله دي فيها اسرار بشعة. يرجع كريج البيت وبيبقى عايز يعرف قصة هاريجان، يدور عليها، يعرف ان هو رجل اعمال مشهور جدا بس مكروه من الجميع، عشان كده ما اتجوزش وما خلفش ودايما عايش لوحده. كريج بقى متعاطف معاه جدا، ما بقاش بيفوت يوم غير لما يروح له. بعد بقى 5 سنين كريج دخل مدرسة ثانوي بعيد كده عن القرية، بس اصحابه كانوا مصدومين من كم المعلومات اللي عنده. كان فيه في المدرسة ولد اسمه كيني، ده كان بيتنمر عليه عشان كريج ما عندوش تليفون، فيرجع كريج للبيت ويطلب من باباه ان هو يجيب له موبايل، بس بيرفض. يروح كريج يقابل هاريجان ويسأله اعمل ايه مع اصحابي المتنمرين. هاريجان بيقوله الرد عليهم لازم يكون قاسي جدا. بعد كام شهر كريج بيجيله هدية من ابوه، موبايل، يفرح جدا ويروح يكلم صاحبه هاريجان وينزل يروح يقابله. هاريجان بيسأله انت ليه لغاية دلوقتي بتجيلي وبتزورني؟ كريج بيقوله لاني بحب الوقت اللي انا بقضيه معاك. هاريجان بيتأثر قوي من كلامه. تاني يوم يروح له ومعاه موبايل جديد يديه لهاريجان. هاريجان بيبقى خايف ان هو يدمن استخدام الموبايل، وهو ده السبب اللي خلاه طول حياته ما بيستخدموش، لكن كريج بيقنعه ان هو ياخده وبيعلمه ازاي يستخدمه وكمان ازاي يتصل ويرد على الرسائل. يعدي الوقت وهاريجان بيدمن الموبايل فعلا، بيبقى مش منتبه للقراية خالص. في يوم يروح كريج عند هاريجان ويلاقيه ميت، مات والموبايل في ايده. كريج اتأثر جدا، بيتصل بأبوه علشان يساعده، بتوصل الشرطة والإسعاف، ويبعت كريج رسالة لصاحبه هاريجان وبيقوله أنا هفتقد قوي الأيام اللي كنت بقضيها معاك. وفي يوم الجنازة بيحط كريج الموبايل بتاع هاريجان معاه في القبر وبيدفنه جنب قبر مامته. بعد الجنازة كريج بيستلم جواب من هاريجان كان كاتب له فيه إنه سايب له 1,000,000 دولار عشان يصرف بيهم على الدراسة ومشروعه، وفي النهاية بيقوله أنا كمان هفتقدك جدا. بيستغرب كريج لأن دي رد على رسالة هو كاتبها امبارح، بس بيقول إن هي ممكن تكون صدفة، لكن برضو مش بيقدر يبطل تفكير. وفي ليلة بيتصل بالبريد الصوتي بتاع هاريجان وبيشكره على الفلوس وبيقوله أنا عندي استعداد إن أنا استغنى عنهم بس أنت ترجع، أنت وحشني أوي. تاني يوم بيصحى كريج وبيلاقي رد من رقم هاريجان، بيترعب جدا من فكرة ان هما ممكن يكونوا دفنوه وهو لسه حي، لكن ابوه بيقوله ده ممكن يكون حد واخد الرقم وبيعمل فيك مقلب، وبينصحه ان هو يبطل تفكير في الموضوع ده خالص. كريج مش مقتنع، بيروح المقابر وبيتأكد بنفسه، وبيتفاجئ لما بيحاول يتصل على موبايل هاريجان انه بيسمعه وهو بيرن. يحاول كريج يهدي اعصابه وينسى الموضوع، وبيقدر كريج يرجع لمدرسته ويمارس حياته الطبيعية، لكن في يوم بيتخانق مع كيني خناقة كبيرة. بعدها يرجع البيت بيرفض يتكلم مع ابوه، بس ابوه بيقوله انت لازم تخرج اللي جواك. فبيروح اوضته بيفتكر صاحبه هاريجان، يبعت له رسالة بيحكي له فيها كل اللي حصل. تاني يوم ينتشر خبر وفاة كيني، كريج بيشوف اهله وهم بيعيطوا، بيحس بالذنب ويفضل حاسس بالذنب، بس أستاذة هارت بتحاول تهديه. يرجع البيت يبعت رسالة على تليفون هاريجان ويطلب منه ان هو يبعت له أي إشارة لو هو اللي قتل كيني. بعد ثواني بيستلم الرسالة ويترعب أكتر. تاني يوم بيروح يحكي للكاهن في الكنيسة، كاهن يقول له هو ممكن يكون مقلب فعلا، وبينصحه ان هو يغير موبايله. بيروح كريج فعلا يشتري موبايل جديد، ويرجع البيت ويحط موبايله القديم في صندوق الذكريات ويقفل عليه. تمر الايام، حياة كريج بتتحسن من تاني،
علاقته بالأستاذة هارت بتبقى قوية جدا، بس في يوم بيتصدم بخبر وفاتها في حادثة عربية. في المحكمة القاضي بيأمر بالإفراج عن القاتل. ليه؟ لأنه ما كانش في وعيه. بيتعصب جدا كراك وبيروح بسرعة على بيته وبيخرج الموبايل بتاعه القديم ويبعت رسالة على تليفون هاريجان يطلب منه انه يقتل الراجل اللي قتل الأستاذة هارت. بعدها بيندم وبيهدى وبيفضل يطمن كل شوية على الراجل لغاية ما في يوم بيشوف خبر وفاته، بيعرف انه اتقتل مخنوق بالصابون. الغريبة ان الصابون ده نفس النوع اللي هارت كان بيستخدمه، وكمان سايب رسالة من اغنية هاريجان المفضلة. فبيعرف كراج ان هو السبب في قتل الراجل ده، واحساس الذنب بيخنقه وينهار من العياط. بعدها بيروح على بيت هاريجان، يفتح الأوضة السرية وبيعرف ان جواها ذكريات هاريجان المؤلمة ووفاة امه وهو في سن صغير. وبيقول له كراج، عشان كده اخترتني اقرا لك، لان اسرارك هي نفس اسراري. كنت عارف يعني ايه شعور الوحدة، كنت حاسس بالحزن اللي جوايا. وبيروح بعدها على قبر امه وبيفضل يعيط وبيجري، وهو ماسك الموبايل القديم بيوقف على سور كبير وبيقرر ان هو يرميه في المية. وبعدها بيخرج موبايله الجديد وبيقول، في القرن 21 حياتنا كلها بقت مرتبطة بالموبايل. حقيقي دي اسوأ ايام بنعيشها، احنا عشنا في عالم افتراضي ونسينا نعيش الواقع. انا بتمنى لما اموت اموت وانا جيوبي فاضيه.